فإن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد. كان الإمام أحمد كما يعلم كثير منكم يؤذى في مسألة خلق القرآن ويضرب ويحدث، وكان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحي صلاح الأمة. وصدق رحمه الله. لهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتضرع إلى الله عز وجل بأن نوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربما تصادف ساعة إجابة فتسعد بها البلد. هنا المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.